لسه في اعتقال أكثر من 20 شخص، من بينهم أيوة دي، اعتقال أكثر من 20 شخص في إيران، بينهم ضباط كبار على خلفية الخرق الأمني الذي أدى إلى اغتيال هنية. لما إيران تعتقل ضباط كبار، ده معناها ان فعلا كان في خيانة في النص. حد يقدر يقول غير كده؟ كان في خيانة إيرانية من جوه إيران هي اللي أدت إلى قتل ابن هنية. عشان كده اعتقلت 20 شخص، من بينهم ضباط. ازاي يا ضباط القنبلة عدت؟ ازاي يا ضباط يا حرس يا ثوري قدر حد سواء منكو او مش منكو دخل لغاية اوضة ابن هنية وزرع القنبلة؟ ازاي؟ يا ترى ايران هتفصح فعلا ايه اللي حصل؟ ولا ده هيبقى شوكة في ظهرها انها تثبت انه تم الاختراق؟ على فكرة مش اول مرة، مش اول مرة اسرائيل تخترق جوه عمق ايران. يعني اللي هم علماء الذرة اللي اتقتلوا، يعني في علماء ايرانيين كتير اسرائيل قتلتهم، يعني في كذا واحد من قيادات الحرس الثوري واللي واللي واللي، حاجات كتيرة قوي اسرائيل لو انا جبتها لكم وسردتها. اسرائيل قدرت تخترق جوه ايران عن طريق جواسيسها اي حد، بس قدرت تعمل اللي هي عايزاه جوه ايران بس. طيب دي نيويورك تايمز هي اللي قالت، وسكاي نيوز نقلت الخبر. تعالوا اوريكم المجله دي بقى عشان خاطر نقول قالت ايه. دي مجله اسمها فورس، دي مجله امريكيه. المجله دي عباره عن ايه؟ تاسست مجله فورس 1917، هي شركه لنشر وسائل اعلام امريكيه في نيويورك، هي موجوده او موقعها المبنى ده اللي انتوا حضراتكم شايفينه. ابرز منشوراتها، ركزوا بقى في اللي هي بتعمله، ابرز منشوراتها هي مجله فورس الشهريه، بتصدر كل 14 يوم، تعد من اكثر القوائم شهره في العالم، وتعني في الدرجه الاولى باحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم. تقوم كل عام برصد وإحصاء أرصدة أغنياء العالم، وتعلن هي بقى مين أكتر 100 شخصية غنية في العالم. برضو ركزوا في الحتة دي. تمتلك فورس 7 نسخ بلغات مختلفة، منها نسخة أنشأوا نسخة عربية في الآخر، يعني كانت بتصدر باسم فورس العربية. بتنشر مجلة فورس قوائم عديدة في شتى المجالات، ولكن أشهرها على الإطلاق قائمة 100 شخص الأغنى في العالم، تصدر كل 14 يوم. هات الصورة التانية بقى يا مينا بعد إذنك، بتاعت ابن هنية. أيوة دي، الله، أدي فورس هي. الاسم المجلة فوق أهي، أكتوبر 7 سنة 23، بعد طوفان الأقصى اللي بيسموه طوفان الأقصى، المجلة أصدرت هذا العدد عن ابن هنية. شايفين الدايرة اللي أنا حاطة عليها دي، الدايرة اللي على شمال الصورة، مكتوب أفضل لصوص فوربس، أو فوربس بيست ثيفز، أفضل اللصوص في مجلة فوربس. بصوا بتاع الحتة اللي انا عاملة عليها تحت خالص، المستطيل الازرق دي، اولا مكتوب اسماعيل هنية 4 مليار 9 اصفار قدامكم، 4 مليار دولار، بلياردير، يعني مليونير اللي احنا بنقولها بالعربي، بليونير احنا بنقولها مليونير، بس هي يعني ده معاه مليار فما فوق، بس هو معاه 4 مليار مش مليار، 4.
الحته اللي في تحت خالص اللي انا حاطه عليها المستطيل دي without any shame بتقول ايه الترجمه بتاعتها؟ بدون اي خجل يسافر حول العالم، طبعا اسماعيل هنيه، مدعيا تحرير شعبه من الاحتلال. لقد سمعنا جميعا هذه القصص عن الديكتاتوريين الذين ينهبون ثروات بلادهم وحريتها واملها. هذه مقابله، هم عملوا مقابله مع احد اكثر اللصوص شهره في الشرق الاوسط، احد اكثر اللصوص شهره في الشرق الاوسط، عملوا معاه لقاء انترفيو وخرجوا من هذا اللقاء ان هو ملياردير، بليونير، مليونير، قولوها زي ما انتوا عايزينها، وعرفوا ان هو بيسافر حول العالم كلها يجني الفلوس بحجة ان هو بيحرر بلده. ايه رأيكم؟ ايه رأيك يا شيخ الازهر؟ عنده 4 مليار دولار، عرفتوا ليه بيودي ولاده في جامعات أجنبية وعامل استثمارات وقاعد في قطر؟ من قطر يقدر يتحرك يروح أي دولة يشحت بحجة إن هو شعبه يا عيني غلبان، يا عيني يا حرام مش لاقيين ياكلوا، وياخد فلوس من هنا ومن هنا ومن هنا في حجة إن هو عايز يحرر أرضه، عايز يحرر شعبه، عايز ياكل شعبه، عايز يبني مدارس، عايز يبني مش عارفه مستشفى. وطبعا اللي بياخده من الناس هو في النهايه بيعمل ايه؟ يزودهم للاربع مليار. يعني كانوا 2 كانوا 3 يزودهم للاربعه. 4 مليار. سامع يا شيخ الازهر؟ المجله دي هتكذب. على فكره لو كان هما بيكذبوا كانوا رفعوا عليهم قضيه. انتوا كذابين يا مجله فورس، انتوا وحشين، انتوا بتدعوا عليه ان هو معاه 4 مليار، لا ده هما 4 مليون مثلا. مين قال لكم ان انا معايا 4 مليار؟ لا 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 لا، ده دي ارفع عليهم قضيه. لكن ده من خلال الانترفيو مكتوبه، مكتوبه ان هما عملوا معاهم، عملوا مع اسماعيل هنيه انترفيو وعرفوا الاسرار اللي جوه الانترفيو ده. هو بيعمل ايه؟ بيسافر من دولة لدولة وبيشحت. طبعا انتوا هما ما بيقولوش ان هو بيشحت، هو بيقول ساعدونا عشان شعبنا الغلبان عايزين نحرر ارضه، عايزين نبني لهم مدارس عشان نحط فيها الصواريخ، عايزين نبني لها مستشفيات عشان نحط فيها الصواريخ ونطلق الصواريخ على اسرائيل، وبعدين اسرائيل لما ترد الألم لينا هتضرب المدارس وهتضرب المستشفيات، نقوم احنا نصور للعالم كله بص اسرائيل ارهابية وحشة زفت خالص بتقتل مدنيين، ويعملوا البني ادمين دروع بشرية ويبقوا هم السبب في قتل الاطفال والمرضى في المستشفيات، ويقولوا لك اسرائيل اللي قتلت. اسرائيل بكل جرائمها وكل بلاويها كانت قبل ما بتهدم اي حاجة بتقول للناس اخرجوا، اخرجوا من المكان ده عشان ههدوا، عشان هم عارفين ان المكان ده فيه صواريخ، لان هم حاطين هذه الصواريخ في وسط هذا التجمع المدني عشان لما اسرائيل تضربه هم يقولوا للعالم بصوا ده بيقتلوا المدنيين. شياطين صح؟ شيخ الازهر شهداء صح؟ الشياطين بقت شهداء. بقى بجد عنوان حلو قوي، انا ممكن اعملها على الحلقه النهارده. الشياطين اصبحوا شهداء. الشيطان نفسه هيتعلم منكم ازاي تدعوا على الناس ان هم بيقتلوا المدنيين. وهم لو عايزين يقتلوا المدنيين بالفعل هقول انهم بيقتلوا المدنيين. هيقولوا لهم اخرجوا من المكان قبل ما هد المكان على دماغكم. والمصيبه ان حماس كان في وقتها وكتاب القسام بتقول للناس اوعوا تخرجوا، فاكرين؟ اوعوا تخرجوا من المكان، لان لو خرجتوا من المكان مش هتعرفوا ترجعوا تاني. مش هيعرفوا يرجعوا تاني لانها هتتهد فوق دماغهم، او هتتهد حتى لو هم خرجوا. مش هيعرفوا لانها هيرجعوا يلاقوها مهدوده، وانتوا السبب.
اه